بهمسة بهمسة وإذا فينيسيوس يعدي والجول كريم جول كريم جول بنزيما فرنسي في التفاتر والجواز وبدماء وقلب عربي جزائري صار في مدريد أسطورة كريم يحذرني مودريتج ومرة أخرى شنو هذا شنو هذا لا 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 أنهيت المباراة أنهيتها شخصيا هو كريم 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 هذا بيريس جونيور يعطي كورة كريم غريبة اي 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 غريبة اليسارية لبنزيما وفينيسيوس جونيور كورة لكريم جول كريم جول كريم جول جول نزع بنزيما مرة أخرى بنزيما رويال بنزيما بطل الأبطال في ستامفورد بريدج إدوارد ماندي لعب بالنار في حواره مع كيميتش يوصى جول جول سلطان اللعبة الأوروبية كريم بنزيما والفرق للريال في الدقيقة 11 كورة جول كورة جول أوه شنو هذا يا شنو هذا عفوا قاتلة الإسبان يقتلون الألمان في هذا الزمان ماذا سيفعل مودريتش يتقدم مودريتش تسديدة جول تمشي الكرة ناحية الأهداف فالفيردي فالفيردي في العرضية والراسية أوه. مندي ممكن يلعب الجهة اليسرى دوناروما 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 لا زالت مدريدية والتعادل والتعادل جول بنزيما جول بنزيما جول الريال يعود الريال يسجل غلطة من دونا روما هدية من دونا روما بنزيما يتوج بهدف التعادل هكذا يا السيناريو من جديد سيناريو آخر منعطف آخر والعرضية والراسية بنزيما والثاني كان قريب في هذه اللحظات الغليان مدريدية مودريتش البين يا بنزيما جول مودريتش هذا هو الريال والريمونتادا في الطريق وجول اشهد يا تاريخ سجل يا تاريخ انه كريم بنزيما انا هنا انا هنا انا من سيكتب تاريخ الحاضر لمدريد انا من يكتب تاريخ مدريد انا من يسجل تاريخ مدريد لعب مع كريم بنزيما كريم مارو رودريجو كريم بنزيما جول 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 بالأربعة ريال مدريد يضرب ليفربول اللعبة كم كانت رائعة رودريجو بنزيما بنزيما رودريجو رودريجو بنزيما بنزيما فينيسيوس بنزيما بنزيما بابا 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 الرحمة يا كريم من ليفربول ارحموا عزيز ليفربول 5-2 يهان في الانفيلد امام ريال مدريد يا كريم ماذا فعلت بالريتس يا كريم ماذا فعلت بدفاع ليفربول
كمندي مندي مندي عند الكرة الآن مندي توزيع رايع بنزيما وبابا جول كريم بنزيما جول كريم بنزيما جول كريم بنزيما يعود الريال للمباراة كرة واحدة تقريبا كانت ميتة يتمكن كريم بنزيما من التعديل ويعيد الريال هجومية وفيها براعة وفنيات وأهداف جميلة جدا توني كروس يرفع الكرة وأمريك لابورت بيده ركلة جزاء بيده أمريك لابورت ركلة جزاء يا له من سيناريو ركلة جزاء يا أمريك لابورت نعم نهاية المباراة ركلة جزاء للريال كريم انت مقلق كريم انت مقلق تنتظر في الحكم بنزيما سجل هدفا وفقط بل سأسجل هدف في منتهى الروعة هدف ولا في الأحلام ركلة جزاء وهدف مودريتش مر مودريتش خطيرة لكريم والتسديدة الثانية روعة 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 الهدف الثاني للبريغي إثريلي مدريد لوكا 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 جمع لوكا المرور الجميل الخصوم بنزيما أمام تير شتيغن بنزيما الثالث يا مدريد نعم الثالث يا مدريد بنزيما من علامة الجزاء كريم يسجل ثلاثية لمدريد في مرمى برشلونة مع أسنسيو حتى لبنزيما الأتريك يا كريم يا كبير بنزيما أتريك في الكامب نو ليلة للتاريخ ليلة للتاريخ يا بنزيما أربعة مدريد لا شيء برشلونة هاتريك لبنزيما